السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وانتم بتشوفوا الفيديو ده النهارده. قبل ما ابدا اي حاجه، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. ده تاني رمضان ليا معاكم على اليوتيوب، يا رب يكون رمضان خير وسعاده باذن الله ان شاء الله علينا كلنا. النهارده هعمل ريفيو سريع خالص بسيط، البرودكتس فيه مش كتير، لاقلام وهايلايتر. قبل ما ابدا اي حاجه وقبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب ليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هحاول مش اكيد ان انا اظبط شويه فيديوز تكون مختلفه شويه في رمضان. ولو انتوا حابين ان انا اعمل فيديوز معينه سيبولي في الكومنتس تحت وان شاء الله هشوفها ونشوف اذا كنا نقدر نعمل الفيديوز دي مع بعض ولا لا. كمان حابه اقول لكم ان انا هسيب لكم اللينك هنا بتاع الجيف اواي اللي انا عاملاها لما نوصل 5000 سبسكرايبر. يا رب نوصل 5000 سبسكرايبر في رمضان ان شاء الله ان شاء الله، اكيد عندي امل وتفاؤل. ان شاء الله. يلا بينا نبدا على طول ونشوف الريفيو ونشوف الاقلام والهايلايتر اللي انا جبتها النهارده هتكون عامله ازاي. اوكي، زي ما انتم شايفين ده شكل الحاجه قبل ما ارتبها. انا جبت نوع اقلام انا بصراحه بحبه جدا جدا جدا، وكان بقاله فتره مش موجود ومش بينزل كتير. هي ماركه ياباني لمعلوماتكم اسمها زبرا. الاقلام دي مشهوره جدا، ممكن ناس كتير ما تعرفش ان القلم ده ياباني. لا، بس هو القلم دوت كماركه، الماركه ياباني. اقلام زبرا جبت منها يعتبر نوعين. النوع الاولاني يعتبر شبه الحبر، هو مش حبر، نحس ان هو تقريبا سيمي جل، مش حبر خالص، بس في الكتابة وعلى الورق نحس ان هو حبر تماما، حبر خالص. دوت اللي هو NR7، اسمها نيدل تاب، او اللي هو السن الابرة هم بيسموها كده. يبقى ده شكل القلم من جوه. جبت منه الثلاث الوان بتوعه، الازرق والاحمر والاسود، وجربتهم على الورق الابيض والورق الاصفر. بعد ما جربتهم على الورق الابيض وعلى الورق الاصفر، حبيت ان انا اشوف من الظهر اذا كان هيشف ولا لا من على الورق. طبعا على الورق الابيض كان في طبعا نقط مطرح الحبر نفسه كانت معلمه، بس طبعا بالنسبه للورق الاصفر ما لقيتش اي حاجه من دي بصراحه. انا بحب الورق الاصفر جدا 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 جدا. والمعلوماتكم لو انتم اول مره تشوفوا الفيديوز بتاعتي، انا بحب اجرب الاقلام على الورق الابيض بيكون 80 جرام، وعلى الورق الاصفر تقريبا هو 70 جرام، لان هو مش مكتوب عليه كام جرام بالظبط، بس من ملمسه تقريبا هو 70 جرام. بس الورق ممتاز كخامة، الورق ده ممتاز. هاتوا يا جماعة اكتبوا عليه او ارسموا عليه او ايا كان، بس بجد الورق ده تحفة، انا بحبه جدا اكتر من الورق الابيض. المهم نكمل. كمان في نوع تاني من الاقلام الزبرة، ده اسمه ارو تيب، اللي هو برضو AR7، مش NR7، ده AR7 ارو تيب، اللي هو بيبقى كأنه شكل سهم. ده شكل السن بتاعه من جوه. ده بقى فيه منه خمس الوان، اللايت بلو والبلو والبلاك واليلو والريد. الاقلام دي على فكره سنها كلها 7 من 10، هي مكتوب عليها من فوق بس انا ما صورتهاش من فوق، بس هي مكتوب عليها ان هي 7 من 10. كمان جربتها على الورق الابيض وعلى الورق الاصفر. طبعا على الورق الابيض زي ما انتم شايفين من الظهر طبعا لازم اكيد بيشف حاجه بسيطه. انا مش عارفه ليه بصراحه الورق الابيض معايا مش ظابط، بس طبعا بالنسبه للورق الاصفر حاجه يعني سوفت جدا، سموث جدا، حاجه كده تحفه. يعني الورق الاصفر ده انا ما ينفعش استغنى عنه، انا بحب الورق الاصفر جدا. يعني انا بحب بكتب على الورق الاصفر مش على الورق الابيض. بعدين بعد ما جربت الاقلام على الورق الابيض والورق الاصفر، انا عندي نوعين هايلايتر النهارده هعمل عنهم ريفيو، والنوعين لماركه ام ان جي. فقررت ان انا اجربهم على نفس الكتابه اللي انا كتبتها لما كنت بجرب الاقلام. فهبدا باول نوع وهو الجامبو هايلايتر من
ام جي ده منه اربع الوان او لقيت منه الاربع الوان، معرفش في منه اكتر ولا لا، بينك واخضر واصفر واورنج. جربتهم على الورق الاصفر، الورق الابيض صريح، جربتهم على الورق الابيض الاول. طبعا لما قلبت الورقة لقيت برضو ان في يعني بيشف او بيطبع برضو على الورق، انا مش عارفة بصراحة ليه. النهاردة انا مصدومة خالص في الورق الابيض بشكل عام في كل حاجة. بعدين جربته كمان على الورق الاصفر، مفيش اي اثر للهايلايتر على الورق الاصفر. هو بصراحة مش وحش، بس هو الحبر بتاعه تقيل قوي، يعني كمية الحبر الموجودة في القلم الهايلايتر نفسه تقيل قوي، يعني هي حتى كتير اول ما حطيت القلم وصل لقيت ان في حبر كتير بينزل، فعلى طول شديت الخط. فده بالنسبة للهايلايتر الام ان جي دوت. بعدين بقى ده النوع الهايلايتر التاني، دول بيجوا ستة مع بعض، بيجوا في باكج بلاستيك زي ده كده هوت. جربتهم طبعا على الورق الابيض برضو الاول، وبعد كده على الورق الاصفر. برضو لما يعني قلبت الورقة على ظهرها في الوان والوان، يعني اللون البينك ما كانش تقيل قوي زي النوع الاولاني اللي هو الجامبو. الازرق بصراحة صدمني لما حطيته على الاصفر، عماه خالص كأنه مش موجود، مش بيعمل عليه هايلايت. بس طبعا ده بسبب فرق الالوان، المفروض ما كنتش استخدم الازرق على الاصفر، بس هو كلون ازرق تقيل. وانا طبعا تفاديت الغلطة دي لما جيت اجرب على الورق الاصفر، جربت اللون الازرق على الكتابة بالاسود عشان اشوف شكله هيبقى عامل ازاي. فعلا انا اللي كنت غلطانة في ديات، هو ما ينفعش الازرق على اللون الاصفر خالص، فلما جربته على الاسود كان ظابط جدا وكان ممتاز جدا جدا جدا. برضو طبعا لما قلبت الورقه عشان اشوف اذا كان بيشف ولا لا، ما كانش شافف خالص بصراحه. شكل الورقه يعني في الكشكول الاصفر مش عارفه انا احاول ابينها لكم، بس ما فيش ولا اي حاجه باينه، يعني ولا اي شيء، كان ما فيش اي حاجه انا كتبتها اصلا. يعني اقدر اقلب الورقه واشتغل واكتب لو انا عايزه. بس كده اتمنى اكون فدتكم في الفيديو النهارده. هو فيديو مش مفهوش مشتريات كتير، بس شويه حاجات انا بصراحه بحبها، خصوصا القلم الزيبرا دوت انا بحبه جدا جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب لليوتيوب شانل، وتدوسوا على جرس الاشعارات. ولو وصلتوا لحد اخر الفيديو سيبوا لي في الكومنتس تحت ايه افكاركم للفيديوز في رمضان، تحبوا ان احنا نتكلم عن ايه او نعمل ايه فيديوز مع بعض اكيد سوا. هشوف الكومنتس وارد عليها، وان شاء الله يكون في كومنتس حاجات اقدر ان انا اعملها معاكم. يلا بينا، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يلا باي باي.